تكون موجود في النادي الأهلي، طموحاتك وأحلامك خلال الفترة اللي جاية مع النادي الأهلي؟ لا أكيد طبعاً، يعني أحلامي هتختلف تماماً. يعني أنا دلوقتي طبعاً داخل على مرحلة جديدة، على يعني على تجربة جديدة وكبيرة كمان. يعني النادي الأهلي مش نادي صغير، النادي الأهلي ده من أكبر الأندية في العالم، فمركز بشكل كويس إن أنا أعمل حاجة مع النادي الأهلي. طبعاً محلياً يعني مش هنحتاج نتكلم، بطولة الدوري دي حاجة يعني لا غنى عنها، وفي نفس الوقت برضو بطولة أفريقيا. يعني أنا بالنسبة لي حلم إن أنا ألعب في بطولة أفريقيا، دي حاجة ما كنتش متعود عليها. يعني مولين برضو ما كانش فيه الاحتكاكات البطولات الكتيرة زي أفريقيا السوبر، وكل دي بطولات أنا يعني جاي عشان أخدها مع الأهلي. يعني نفسك تروح كأس عالم الأندية مع النادي الأهلي؟ أكيد طبعاً، يعني دي من الحاجات اللي أكيد نفسي أروحها الأساسية. يعني طبعاً. طيب عايزين نتعرف أكتر عن الحياة الأسرية بقى، يعني طاهر